لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه، وقفنا في المرة الأخيرة من باب الغسل وحكم الجناب وحكم الجنب عند الحديث العاشر، باب الغسل وحكم الجنب. وقفنا عند الحديث العاشر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم. قال: وزاد الحاكم: فإنه أنشط للعود. قال زاد الحاكم: فإنه أنشط للعود. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله، أي إذا جامع أحدكم أهله ثم أراد أن يعود، يعني يجدد يعني أمر الجماع بعد ساعة أكثر نحو ذلك، ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. فليتوضأ بينهما وضوءا، أي بين يعني الجماعين، إن لم يغتسل فليتوضأ وضوءا. وليس المقصود فليتوضأ بينهما وضوءا منع الاغتسال، فإنه لو اغتسل لكان أفضل، لكنه إن شاء ألا يغتسل فإنه يتوضأ بينهما وضوءا. هذه رواية مسلم. ورواية الحاكم قال: فإنه أنشط للعود. فإنه أنشط للعود، يعني الوضوء سينشط الإنسان أكثر، لأن البدن إذا أصيب بالماء ونحو ذلك تنشط. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: وضوءا فليتوضأ بينهما وضوءا، قال العلماء: هو تأكيد على أنه أراد الوضوء الشرعي. هو تأكيد على أنه أراد الوضوء الشرعي، لأنه قد يطلق على غسل يعني بعض الأعضاء وضوءا، فكما في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث قصر عمر قال: ورأيت جارية بفنائه تتوضأ، يعني تغسل إيديها. فالغرض المقصود يعني أن هذا المقصود به هنا الوضوء الشرعي، يعني إذا أراد أن يجامع مرة أخرى فليتوضأ الوضوء الشرعي كاملا، مش مجرد بسلا بل لبعض الأعضاء بالماء كما هو في المعنى اللغوي، لا، إنما هنا المقصود الوضوء الشرعي، الوضوء الشرعي. قال: فإنه أنشط للعود. أنشط للعود يعني هذا يعني يجعل الإنسان يعني أكثر نشاطا إذا عاود أهله في ذلك. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال يعني الصنعاني وغيره من العلماء غشى نساءه صلوات الله وسلامه عليه، غشى نساءه جميعا في يوم واحد أو في ليلة واحدة، غشى نساءه جميعا ولم يحدث وضوءا بين الفعلين، ولم يحدث وضوءا بين الفعلين فضلا عن الاغتسال. فهذا يعني ذكره العلماء لبيان أن هذا الوضوء على الاستحباب اللي هو في الحديث اللي معانا ده، فليتوضأ بينهما وضوءا، لأنه ظاهر الوجوب. فالعلماء قالوا هذا الاستحباب، ومما يدل على صرفه إلى الاستحباب أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه التسع، وقد أتى نساءه التسع ولم يحدث وضوءا بين يعني الفعلين،
بل وثبت أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل بعد غشيانه كل واحدة منهم. وفي أيضا أخبار أخرى أنه صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه جميعا واغتسل النبي صلى الله عليه وسلم بين كل يعني مرة أو بين كل يعني امرأة وأخرى واغتسل. فهذا يدل على الجواز وهذا يدل على الاستحباب، الوضوء على الاستحباب والغسل على الجواز، فكل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو يعني هذا الكلام ورد بالحديث الصحيح، يعني حديث رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن، هو حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم كان ربما يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل أو النهار وهن تسع نساء يدور عليهن صلى الله عليه وسلم. الراوي عن أنس قتادة بيقول: فقلت لأنس أو كان يطيقه صلى الله عليه وسلم، يعني أو كان يقدر يعني على ذلك؟ قال أنس: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30، كنا نتحدث أنه صلى الله عليه وسلم أعطي قوة 30 رجلا يعني. فالشاهد يعني من ذلك أنه يستحب لمن أراد أن يعاود الجماع أن يتوضأ، وأنه لا يجب ولو شاء اغتسل ولو شاء توضأ ولو شاء ترك، كل ذلك وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الحافظ رحمه الله ابن حجر: قال وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء. قال الحافظ: وهو معلول، أي سند الحديث معلول، الحديث في علة، لكن هذا الحديث صححه غير واحد من أهل العلم بشواهد أخرى. قالت رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء. فهذا الحديث فيه دليل على جواز أن ينام الإنسان على جنابه، ولا يلزم أن يغتسل أو يتوضأ، ولا يلزم أن يغتسل أو يتوضأ. وهناك من العلماء من ذهب إلى وجوب الوضوء قبل النوم للجنب، وجوب الوضوء قبل النوم للجنب، وهم الظاهرية، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليتوضأ ثم لينم، لما سئل عن الرجل يأتي أهله قال: ليتوضأ ثم لينم، لو مش هيغتسل يعني، قال: ليتوضأ ثم لينم، حديث في البخاري. فاستدل به الظاهرية على وجوب الوضوء قبل النوم لمن نام على جنابه أو من سينام على جنابه. وجمهور العلماء وهو الصحيح يقولون: لا، هذا ليس على الوجوب، إنما هذا على الاستحباب، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليتوضأ ثم لينم، هذا على الاستحباب. ما الذي صرف هذا الأمر إلى الندب أو الاستحباب؟ الذي صرفه الأحاديث الأخرى، ومنها الحديث الذي بين أيدينا هذا، وهو قول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء. الحديث صحيح بالشواهد، فهذا يدل على أن هذا الأمر على الاستحباب، وهو الوضوء يعني النوم على وضوء بعد الجنابة، هذا على الاستحباب. وليس قولنا أن هذا ليس على الوجوب أن يستهين الناس بذلك، وإلا ذم يعني كثير من أهل العلم الإنسان أن ينام على جنابة لو كان هذا عادة له، يعني ما ينبغي للمسلم أن يتخذ هذا عادة له أنه ينام على جنابة دائما، ينام على جنابة، لا، ما يتخذ هذا عادة له. نعم، وإن كان يجوز
لكنه ينبغي عليه ألا يجعل هذا هو ديدن حاله ودوام فعله، إنما يفعل ويترك، يفعل ويترك، يعني مرة يتوضأ بعد الجماع، مرة يغتسل، مرة ينام، وهكذا. نعم. ثم قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ يغسل يديه ثم يفرغ يمينه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، ثم حفن على رأسه 3 حفنات، ثم أفاض على سائل جسده، ثم غسل رجليه. قال: متفق عليه، واللفظ لمسلم. قال: ولهما من حديث ميمونة رضي الله عنها: ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بهما الأرض. قال: وفي رواية: فمسحها بالتراب. قال: وفي آخره: ثم أتيته بالمنديل فرده. وفيه: وجعل ينفض الماء بيده. هذه الأحاديث تروي لنا صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأحاديث تروي لنا صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو سنة، ويستحب للإنسان إذا اغتسل لاسيما من الجنابة أن يغتسل على هذا النحو. فأما الحديث الأول، تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله، لأنه بيأخذ من إناء، فيغسل فرجه، يغسل محل يعني الذي فيه النجاسة، فيغسل فرجه ثم يتوضأ، بعدما يغسل فرجه ويتوضأ الوضوء الشرعي، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، فيدخل أصابعه في أصول الشعر، يأخذ الماء ويصب على رأسه ويدخل أصابعه في أصول الشعر لأجل أن يصل الماء إلى أصول الشعر. قالت: ثم حفن على رأسه 3 حفنات. حفن يعني ملأ كفه، الحفنة هي ملء الكف، هي ملء الكف، يعني يأخذ في كفه وصلى الله عليه وسلم و3 حفنات. قال: ثم حفن على رأسه 3 حفنات، ثم أفاض على سائل جسده. وبعدين بدأ صلى الله عليه وسلم يفيض الماء على سائل جسده، في بعض الروايات فجعل يفيض على شقه الأيمن ثم يفيض على شقه الأيسر، بعد الرأس صار يفيض على الشق الأيمن وبعدين الشق الأيسر. قال: ثم غسل رجليه، يعني أخر غسل رجليه صلى الله عليه وسلم. والعلماء يتكلمون في هذه المسألة، وهي مسألة غسل الرجلين أولا أو يؤخرها إلى آخر غسله. فالجواب في الحقيقة في ذلك أنه إذا كان يغتسل في إناء أو من إناء ويقف على الأرض، أو يقف في إناء يصب فيه الماء، فيجعل رجله آخرا. إذا كان واقف في إناء بينزل فيه الماء وهو واقف في الماء ده، يبقى خلي رجليه في الآخر. أما إذا كان الماء ينساب ويجري كما هو مثل الحمامات الحديثة عندنا، الماء بينساب وبيجري، خلاص، يبقى في هذه الحال ما يفعل ذلك، في هذه الحال يغسل رجليه مع الوضوء، يغسل رجليه مع الوضوء. قال: ولهما من حديث ميمونة رضي الله عنها قالت: ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض. ثم ضرب بها الأرض، يعني يده التي يغسل بها يعني أثر يعني الجنابة، ضرب بها الأرض. في الرواية الأخرى: فمسحها بالتراب.
صلوات الله وسلامه عليه. وما كان عندهم صابون ولا كان عندهم الحاجات بقى اللي احنا عندنا دلوقتي، المعطرات والمش عارف ايه والشامبوهات والحاجات ايه هذه كلها، ما كان عندهم ذلك. فكان يوم يحط ايده في التراب كده. قال يعني العلماء منهم من قال فعل ذلك لإزالة رائحة يعني أثر للجناب من يده، وبعضهم قال لإزالة أثر اللزوجة، لزوجة المني يعني التي علقت في يده، فيقوم يعملها في التراب كده وبعدين بيغسلها مع الاغتسال. قال وفي آخره ثم أتيته، يعني ميمونة رضي الله عنها قالت ثم أتيته بالمنديل فرده، ثم أتيته بالمنديل فرده وفيه وجعل ينفض الماء بيده. جابت له يعني النبي صلى الله عليه وسلم الفوطة، الفوطة صغيرة يا منديل يعني حاجة زي الفوطة يعني عشان يجفف به الماء يعني. قالت فرده، ما خدهوش يعني منها، وجعل ينفض الماء بيده، ينفض الماء بيده صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء أخذوا من ذلك سنية هذا الفعل، سنية هذا الفعل أنه يستحب للإنسان بعد ما يغتسل من الجنابة ما يتنشفش، ما يجففش يعني. والبعض الآخر قال هو للإباحة يعني إن شاء فعل وإن شاء ترك، والكل لا بأس به، لا هذا سنة ولا هذا سنة. والأقرب والله أعلم أن هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم تبردا، الأقرب أنه فعله تبردا صلى الله عليه وسلم، لأنه كان الجو حر جدا جدا، ومعلوم الجزيرة، معلوم مكة خصوصا سائر العام تقريبا بتبقى حر، فالإنسان في الحر عادي ممكن ما ينشفش، هو نفسه مش عايز ينشف في الماء، ولا سيما إذا اشتد الحر، وبيبقى هو مبسوط جدا إن جسمه يعني مرطب بالماء ونحو ذلك. أما أن يقال أن هذا سنة والله أعلم فيه نظر. لماذا؟ لأنه ما فيه فضل ولا فيه شيء، ولا فيه يعني شيء يدل على تعبد ولا شيء من ذلك، ولذلك الظاهر أنه فعله صلى الله عليه وسلم تبردا. ثم قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة، أفأنقضه لغسل الجنابة، يعني أنا امرأة أشد شعر رأسي، بعمله ضفاير، بيعملوا ضفاير، المرأة بتعمل ضفاير خصوصا النساء زمان كانوا بيعملوا ضفاير عشان ما يقعدوش كل شوية يسرحوا. فإني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة، طيب لما يغتسل من جنابة لازم أفك الضفاير دي. وفي رواية والحيضة، يعني أفأنقض هذه الضفاير يعني للحيضة؟ نعم. فقال لها إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حفيات، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حفيات. هذا الحديث استنبط منه بعض أهل العلم أن مسألة إيصال الماء إلى أصول الرأس هذا ليس شرطاً، الذي اعتبره أو الذي اشترطه البعض الآخر، بعض العلماء اشترط أن الماء لازم يصل إلى أصول الشعر، واستدلوا بالحديث السابق اللي مر بينا قبل ذلك المتفق عليه، حديث عائشة قالت فيدخل أصابعه في أصول الشعر، في أصول الشعر، قالوا خلاص إذا كان ده ظاهر الوجوب فصرف بهذا، اللي هو قوله صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حفيات، يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حفيات، ولا سيما إذا كانت امرأة كثيفة الشعر، كثيفة الشعر، لو المرأة شعرها كثيف تقيل يعني وعمل ضفائر ونحو ذلك احتمال يعني وارد جدا إنه الشعر ما يصلش إلى أصول الرأس،
ما يصلش إلى وصول الرأس، ولذلك قالوا إنه يكفي إنها يعني تغسل ظاهر الرأس، ظاهر الرأس. وإن كان الأحوط والله أعلم أن توصل الماء إلى أصول شعرها، الأحوط أن توصل الماء إلى أصول شعرها. بل لو احتاطت أكثر نقضت شعرها في الحيضة، نقضت شعرها في الحيضة. أما الجنابة فلا، لأنه الحديث في شك في أن هي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيضة، عن الجنابة ولا عن الحيضة ولا عن الجنابة والحيضة. الجنابة طبعا يعني هذا هو الذي يحتمل الاحتمال الأكبر، يعني لماذا؟ لأن الجنابة يوميا، ربما المرأة ممكن وكان يأتيها زوجها ربما يوميا، ففي هذه الحال يشق عليها. أما الحيضة فهي كل شهر مرة، وعليه فهي الاحتياط إنها تنقض شعرها في الاغتسال من الحيض. ثم قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب، إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب. قال رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة، ولكن ضعفه أكثر أهل العلم، ضعفوا هذا الحديث. لكن هذا الحديث عليه عمل أكثر أهل العلم، لا سيما أن هناك أدلة أخرى يعني تقوي المعنى الموجود في الحديث، وإن كان السند ضعيف لكن المعنى الموجود في الحديث. الظاهرية أخذوا ب يعني أو الظاهرية بمعنى صح ردوا هذا الحديث، ردوا هذا الحديث لضعفه، وقالوا إن الحديث لا يثبت بحكم، هذا الحديث لا يثبت، إذن فلا يثبت بحكم، وعليه يجوز للحائض والجنب إن يدخل المسجد. الظاهرية أحلوا للحائض وللجنب إن يدخل المسجد ويقعد في المسجد. قالوا الدليل اللي انتوا بتقولوا به دليل اصلا لا يثبت، اللي هو اني لا احل المسجد لحائض ولا جنب، وعليه فاستصحاب البراءة الاصلية هو الاصل، فاحنا هنستصحب هذا الاصل انه هو ما فيش دليل على انه لا يجوز مكثوم في المسجد. لكن في الحقيقة كما قال الجمهور ان الادلة الاخرى تؤيد ما جاء في هذا الحديث الضعيف السند، الأدلة الأخرى تؤيده، ومنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما نادى عائشة أن تناوله الخمرة وهو في المسجد وهي في بيتها وكانت حائضا، فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني حائض. قال: إن حيضتك ليست بيدك، أنت هتناولين إيدك بس اللي هتخش المسجد، لكن أنت مش هتدخل المسجد. فدل هذا على ذلك، والقياس كذلك على قول الله تعالى: ولا جنبا إلا عابر سبيل، نهي الجنب أن يمكث في المسجد ولا جنبا. والحائض حدثها أشد من الجنب، والحائض حدثها أشد من الجنب، لكن العبور جائز، المرور يعني جائز. لو إن واحد جنب أو امرأة حائض هتمر من المسجد لحاجة جائز، لقول الله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسله، فيجوز لو هيمر الحاجة أو نحو ذلك يجوز. ثم قال: وعنها رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. اتفق عليه. هذا الحديث يعني تقدم الكلام عنه في باب المياه، الحديث ده تحديدا تقدم الكلام عنه وفصلنا الكلام عنه في باب المياه، وفيه جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد، وأن المرأة لا تؤثر في الماء إذا يعني وضعت يدها فيه ونحو ذلك، لأن عائشة رضي الله عنها تقول: تختلف أيدينا فيه من الجنابة، وتقدم الكلام عليه تفصيلا.
وأما آخر حديث في الباب قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة. قال: رواه أبو داود والترمذي وضعفاه. وهو كما قال، وكما قال الحديث ضعيف، وضعفه يعني جماهير يعني علماء الحديث. فهذا الحديث احتج به من قال بوجوب وصول الماء إلى أصول الشعر، احتج به من قال بوجوب وصول الماء إلى أصول الشعر لقوله: إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر، يعني البشر هو الجلد يعني، فاحتجوا به. لكن الحديث في الحقيقة ضعيف ولا يثبت. يقول: ولأحمد عن عائشة نحوه وفيه راو مجهول. وروي أيضا عن علي رضي الله عنه أيضا حديث نحو، وفيه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك موضع شعره من جنابه فعل به كذا وكذا. لكن هذا الحديث ضعيف جدا أيضا، وعليه فلا يثبت به حكم ولا تثبت بهذه الأحاديث أحكام. لكن كما تقدم، الأحوط أن المرأة خصوصا أو الرجل كثيف الشعر أن يوصل الماء إلى أصول البشرة، سواء كان الرأس أو اللحية، أن يوصل الماء إلى أصول الشعر خروجا من الخلاف. نقف على باب التيمم إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.